التقاطه في الطريق قبل بحيرة لونجير وبعد بحيرة سرانين. يا رباه الملكة تحييكم وترحب فيكم. لا لا للصراحة الأجواء ولا أروع، مع أن حين الساعة تقريبا 3:30 الظهر، لكن الجو خرافي خرافي. هذا طبعا المطل اللي أنا دائما أصوره في الشتاء وفي الصيف. هذا المكان عند هذا فندق بانوراما، هاي ألعاب مال الأطفال. هذا فندق مطعم وفندق بانوراما تيرس. في الطريق هذا أنت تمر عليه، لازم تمر عليه الطريق هذا وأنت رايح إلى إنترلاكن ولا جاي من إنترلاكن ناحية لوزيرن. هذا التمثال. أشهر مطل في سويسرا بحيرة لونجيرن. اليوم التصوير مناسب جدا، الخميس تاريخ 20 درجة الحرارة 17 وبحيرة لونجيرن يا اخوان مليانة على الآخر، فول 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 على الآخر. إيها وقت من اللوغات ينزل المستوى تقريبا 2 أو 3 متر. هذه بحيرة برنز في إنترلاكن، وهذه قرية استلود المشهورة بهذا المبنى. واصل بلدة إستلود قبل إنترلاكن تقريبا 5-6 كيلومتر. هذا ممشاها، هني جزء والسفينة تقف في الجهة الثانية، لها موقف السفينة. إخوان ممنوع ترى طعام البط في سويسرا والنمسا، الحذر عليها مخالفة. بتطعمونهم اطعموهم بالخش في مكان فاضي، ما حد ما في عالم رايح وياه. وادي لوتربيان، هذا آخر وادي لوتربيان إنترلاكن سويسرا. هذا جزء من الشلالات الحالية، وبننزل معاكم على النهر. آخر وادي لوتربيان إنترلاكن سويسرا. القلاع اللي خارج برلين،
أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بلدة صغيرة قريبة من برلين، من الشرق من برلين. هذه المنطقة معروفة بالبحيرات والممرات المائية والأنهار. حاولت أنا أزور اليوم الغوارب، لكن قالوا الحين بسكرون خلاص، ما في إلا بكرة الصبح. فقلت بدور لي فندق هني بحجز، وإن شاء الله الصباح رباح. هذه منطقة جميلة وفيها أكثر عن 200 بحيرة، والأنهار اللي تربط بين هالبحيرات كثيرة جدا. هني قسم ثاني، كل مكان مواقف وغوارب. هذه كنيسة البلد اللي وصل. هذه النافورة الغريبة. غاطة ثانية. هذه منطقة يوري، منطقة الأنهار. مساكم الله بالخير يا أيها الخير. هذا واحد من الشلالات السويسرية اللي تشوفونه مش قوي، لأنه ما يعتمد على ذوبان الثلوج. النسبة الكبيرة منه من ينابيع. شلال نافلز على مدينة نافلز. هذه بلدة نافلز، والشلال على اسم البلدة. الشلال له طريق جبلي توصلون لين فوق، بس لا تخافون، ما في أي خوف. طريق جبلي واسع وايد، شوفوا سيارة ونص. هذا شلالنا. غاطة ثانية.
هذا الأوتلت من الخارج، وما دام ان تحت إدارة ماكارثر اعتمدوا الموضوع. مطار سالزبورغ على بعد خطوتين، تمشي له 10 دقائق مشي. المنطقة هاي كلها يعني محلات، مولات، محلات تجارية المقابلة مطار سالزبورغ، صالة سينما كبيرة ومجموعة فنادق في المنطقة. أشوف لي باسكن هني الليلة. أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأوتلت اللي في سالزبورغ وتحديدا خارج سالزبورغ بالضبط ناحية مقابل المطار، مطار سالزبورغ. أوتلت صغير لكن حليو. استعرض معكم بعض الماركات الموجودة. ما شاء الله العوائل الخليجية تارس المكان، ما أقدر أطول صوتي، بيعرفوني من الصوت، نفس صوت جدتها فريد الأطرش الله يرحمها. أوتلت مسكر، مش من الأوتلت العادي، مسكر كامل. يعني الحين في مطر، حالة الجو أمطار لكن أمان، ما في حاجة، مش مثل الأوتلتات المفتوحة. نواصل. هذا بولو تلقونه كل مكان. هاي بولو لو في سوق الصنادق تحصلونه. حياكم الله وبياكم من بحيرة برايس في الشمال الإيطالي. هذه البحيرة قريبة من بحيرة موزورينا الجميلة أيضا، وقريبة من أورتيساي. هني تأجير الغوارب، 28 يورو ساعة واحدة. التقاط هني، بناخذ التقاط هني تأجير الغوارب. دخول، طبعا دخول البحيرة هني مجاني.
نكملها في الالتقاط العلويه هذه. هذه حالات البحيره يوم تيون والامطار نازله وتشوفون السيول من هناك نازله او ايام الثلج. الدنيا هاي هني كلها ثلج كانها سيول نازله. حالات زيارته في هالوقت بحيره برايس. هذه جبال الدولمت، هذا من معبر رولي، هذه استراحة على المعبر مطعم، والجو مناسب للتشمس. هني فوق درجة الحرارة 22، الحين تقريبا 20 إلى 22 في هالنقطة هاي. التقاط على الطريق من الشمال الإيطالي. واقف مكان مش مناسب ابدا، بس انه المنظر يجبرك انك توقف. حياكم الله وبياكم في بلدة كافاليس الشمال الايطالي. هذه هي اسم البلدة. هذا المكان للرافتنج وتعليم الرافتنج، اللي ما يعلمونك كيف هذا. شلال مدينة كافاليس الشمال الإيطالي. الوصول له سهل جدا جدا. طبعا اكثر الشلالات يا اخوان تلقون فيها موقف مجاني وزياره مجانيه. اكثر الشلالات من ضمنهم هاي الشلال. شلال كافاليس، بلدة كافاليس الشمال الإيطالي. ترى أكثر الشلالات يا إخواني زيارتها مجانية، حتى أكثر المواقف فيها مجانية. صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. هذه التغاطة بحيرة لوزير وبلدة هيرجسفيل اللي قريبة من لوزير السويسرية. درجة الحرارة -2. اليوم افتكر 6، اليوم طبعا الأربعاء،
صباحا الساعة عندنا 10:30، وهذه بلدة هيرجسفيل. طبعا صورنا هالمكان في الصيف الدنيا كلها خضرة، وحين في الشتاء له نظرة ثانية. سويسرا هذه سويسرا، كل فصل له نظرة، كل فصل له نظرة ويختلف، يبين فيه الفصول. مطل لونجير الشهير هذا في الشتاء، أقولكم كل موسم له إطلالة خاصة فيه. غريب طالع الشمس، شوف الوضع هنا، المكان اللي كنا كله حشيش نمشي فيه. غيم الدنيا، نزلت انا بالسيارة اخر البحير، بس شو تصور كل غيم، ما قدرت اصور شيء. شلال جسباخ انترلاكن سويسرا، ممنوع الوصول له لين هالمكان، لكني غمرت حاطين لافتات ممنوع. هذا فندق جراند، شوفوا كيف المنظر، منظر الغيم على بحيرة برنس. يا رباه سبحان الله، حياكم الله وبياكم جسر بيكوك، الجسر اللي في قمة جلاسية 3000 اللي في سويسرا. هذا الجسر ميزته انه يربط بين قمتين، وهو أول جسر في سويسرا يربط بين قمتين، وما زال لين اليوم محتفظ بهالاسم هذا وبهالميزة هاي. ساعتها 155 شخص في نفس الوقت، نستمر في المشي بالاتجاه إلى التقاطه السنو نازل، استغليت الوقت قلت يمكن ما عاد ما الحين نازل بكثافه. الحين طبعا 3 كيلومتر عن جرندلون، انا في الوادي. يا ليتي مر قطار، بس غريب انه هذو قطار جاي. ايوه
جاي القطار جاي جاي جاي. شوفوا تسكر البوابات، القطار بيمر. القطار الثاني جاي من الصوب الثاني. بلدة غريندلوول سويسرا، قريبة من انترلاكن طبعا. اليوم الجمعة تاريخ 8/2/2019، وجمعتكم مباركة إن شاء الله. التقاطة ثانية، صبحكم الله بالخير يا أيها الخير، من غريندلوول انترلاكن سويسرا. درجة الحرارة -2، اليوم الجمعة وجمعتكم مباركة إن شاء الله، تاريخ 8/2/2019. هذا الوضع اللي احنا فيه اليوم، أول مرة أشوف انترلاكن بهالكثافة من الثلوج. هذه المرحلة الثالثة اللي يسمونها بيرج، هاي المرحلة بيرج، وبعدين المرحلة الأخيرة اللي هي المطعم الدوار قمة شيلتون. هذه من هني يبدون أكثر متزحلقين، يبدون من هني 2600 متر في انحدار. شوفوا كيف من التراكات أو من الأماكن الطويلة والجميلة جدا واللي يحبونها المتزحلقين، هالمكان هذا كل ما كان المسار طويل كل ما كان قابلية لشوفون الناس العالم فيه. ففي الشتاء هذه كلها ألعاب شتوية، وهذيل الأوروبيين يموتون على الألعاب الشتوية. عموما هذه مرحلة بيرج، وبنصعد مرحلة آخر مرحلة إلى المطعم الدوار، واللي كان من 4-5 سنوات أعلى مطعم دوار في العالم. ما أدري بعد لين اليوم محتفظ بالاسم هذا ولا لا. وبعدين بننزل إلى مورين، هذه الجهة الثانية. طبعا اللي فيه فوبيا من الارتفاعات إخوان ليني. هذا الزجاج اللي في منطقة بيرج. حياكم الله وبياكم. هذا الارتفاع، وهذا أعلى مطعم دوار في العالم. هذا الكلام قبل 5 سنوات، ما يندر علينا اليوم ولا لا. قمة شيلتون أو ما يطلق عليها جيمس بوند، عشان جيمس بوند مثل فيها فيلم أفتكر في السبعينات. أكثركم ما كان موجود، ما كان مولود بالأحرى.
وفي غمة تجلس مثلوا الفيل الهندي الشهير بطولة شاروخان. كان فيلم صراحة روعة روعة، وكانت الأحداث اللي فيه بعد جميلة، أكشن حلوة. وطبعا تعرفون أنتم الهنود ما يوزون عن اللقطات الغير مصدقة الغير معقولة. جمعة تاريخ 8/2019 ميلادي، والله الصينيين اللي محيين الدنيا كلها صيف وشتاء في أوروبا. هذا المطعم الدوار، هذا الجزء اللي يدور اللي عليه الطاولات يلف بك لفة كاملة. هذا كان طبعا أعلى مطعم دوار في العالم، ما أدري بعد لين اليوم هو محتفظ بالمسمى هذا ولا لا. إذا ما بقيت المطعم الدوار فهني في مطعم هذا كوفي شوب بعد، بس هناك عشان حركة الدوران. ملابس، محل ملابس إذا تبغي ملابس زيادة. أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه واحدة من البلدات السويسرية اسمها أرو، هذه قريبة طبعا من الأوتلت اللي كنا فيه من شوية، فاشن فيش. هذا الأوتلت في هالمكان هذه، والشيء الغريب هالبلدة هاي قريبة منها مناطق صناعية كثيرة، مناطق تجارية يعني أسواق مال قريبة من هالبلدة هاي، خصوصا المناطق الصناعية، مصانع، شبرات، مستودعات. نواصل تصويرنا لبوابة المدينة. النت قام يشكل عندي، حطيت بطاقة ثانية السموحة. اليوم السبت، وتعرفون انتم في كل الدول الأوروبية السبت والأحد. نواصل. لا والله يا اخواني بلدة جميلة جدا، ما كنت انا اتصورها بالطريقة هاي. شوفوا النغوش مبدعها محلاها، يتفننون. لا والله الملكة وبجدارة، ما في كلام، ما أخطيت لما سميت الملكة. والله أنصح بزيارتها وبقوة. مثل ما أنتم عارفين في أوروبا كلها السبت والأحد تبدأ الأسواق الشعبية في المدن، منتجات المنزلية كل مكان، لكن الحذر يا أخوان الحذر، لا تأخذون أي شيء يعني.
بحط لكم الاحداثي بحط لكم ولو ان خلاص يعني اسم المدينه يغنيكم احنا عن كل شيء، بكل بساطه تقدر تحصل اي شيء بالاسم ولا باسم السوق ولا ميغروس من النتائج الكبيره جدا هو في سويسرا وكوب سيتي. نواصل تصويرنا. طبعا في الصيف اكثر الاماكن السياحيه اخوان مفتوحه ما تحصل اي مشكله، في الشتاء يتبنى تسكر اشياء كثيره جدا جدا في اوروبا كلها. فاللي يعني الزياره الشتويه للسكي للثلج للزحلق هذه هو، اما لا تفكر انك تروح اماكن سياحيه يعني اكثر شيء يسكر. نواصل. الكاتدرائية وهاي المبنى اللي جنب الكاتدرائية مع النصب هذا. والله يا اخوان اسبوعي جمدت يا رب. البلدة جميلة جدا وانصح بزيارتها. أحلى 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 مساء للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بلدة هيرجسفيل على بحيرة لوزيرن. طبعا لوزيرن مدينة تقع على بحيرة كبيرة جدا ذات أربعة أجنحة. شوف الجمال السويسري. هني مرسى السفينة اللي تي من لوزيرن، تقدر تروح بالقطار بالسفينة بالباص بسيارتك الخاصة. هذا السبلينج. ومنها مني انترلاكن، من هني الى انترلاكن تقريبا 40-50 دقيقة. يا زين الهدوء يا زين الجمال. طبعا انصح بالسكن في فندق بيلاتوس. تذكرون شهر 12 هني يوم كنت ايام الثلج. الساعة 8-10 دقائق حاليا اليوم الثلاثاء تاريخ 17 اظني صلحوا لي إذا غلطان 17/4/2018. وكل عام وانتو طيبين. باقي اليوم الثاني من شعبان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل عام وانتو طيبين. هذه الكنيسة. أنا سكنت هذا الفندق، فندق برونينغ. وانصحكم لا تسكنونه. شوفوا اسمعوا هذه ليل ونهار الدقدق، فانصحكم لا تسكنونه مع ان صاحب الفندق صديقي.
مصنع الزجاج قدام شوية تمشون له. هذه الكنيسة ادتنا وذا. هذا فندق برونين. محطة القطار خلف البيت هذا. في هيرجسبل ريستورانت روسي على الشارع العام روسلي. هذا تركي يسوي بيتزا عجيبة. بيتزا عجيبة. هذه بلدة صغيرة مثل ما أقول لكم، قريبة منكم انترلاكن، قريبة منكم لوزين، أشياء كثيرة. وبعدين ترى بحيرة لوزين هاي الكبيرة جدا وعليها عدة بلدات وعدة مدن وعدة، اللي يحب المدن الكبار مثل لوزين، مثل زوخ، مثل في كذا بلدة كبيرة يعني على البحيرة، وكلها من هني. ترى من هني لين مطار زيورخ تقريبا ساعة بالسيارة بالضبط، ساعة 50 دقيقة، ساعة شي. درجة الحرارة اليوم 16. تراها أول الصبح كانت 8 في انترلاكن، الساعة 1 الظهر وصلت لين 20، الحين في الليل ردت لين 8، قصدي لين 16. طبعا اللون الأخضر الكامل بعد ما كمل. هيا والبط التغاطى. هاي هيرجسبل سويسرا. هذا الجاكوزي، حمام السباحة، وغرفة الجيمنيزيوم، والسونا. تطلع برا هذه الجلسات. نادي البط. هذه الجلسة على البحيرة. هذه منصة هني للجلسات. وهذه هذا بيلاتوس. هذا بيلاتوس له قصة طويلة وأقول لكم إياها. قصته أنه هم عندهم طبعا عندهم خرافة أن في تنين يطير ويطلع ضوء من حلجة كان يعيش فيها الجبال اللي هني. وهاي أنتوا كمان مرة أقول لكم في خرافات في أوروبا غريبة عجيبة لين اليوم الناس تصدقها. احتمال باكر أسير مطل بيلاتوس اللي على اسمه هذا. بياكم الله وبياكم. هذا فندق سي هوتيل بيلاتوس في منطقة هيرجسفيل. هذا الفندق ب 700 ريال مع الافطار، والموقف السياره فري، والغرفه كبيره في حوض سباحه وفي جاكوزي وعلى البحيره مباشره. هذه في البلكونه وعلى البحيره مباشره، وفي حوض سباحه وفي مثل ما اقول لكم جاكوزي، وقريب من لوزير. لوزير تقريبا 7 كيلومتر من هنا. بنكون معاكم بعد في الحوض بعد شويه. خلكم جاهزين، أنا عامل حسابي حق السباحة خصوصا في هالأوقات. لا تشوون أي مكان، إذا شفتوا مسوي لكم مكان للشوي شو حطوا شو استخدموا، لكن تأكدوا من إطفاء الضوء، شوفوا كيف، وتخلونه نظيف بالطريقة هاي. لا تشوون أي مكان، ترى ممنوع، ممنوع جدا. أما في البوسنة عادي أموركم طيبة، وين توقف سو ضوك.
حياكم الله وبياكم من بلدة في الشمال الإيطالي، بلدة مادونا. هذه بحيرتها الجميلة، ونروح للسنتر. نواصل تصويرنا من بلدة مادونا في الشمال الإيطالي. هذا سنتر المدينة، الشلال موجود. يا رباه يا رباه، صراحة يستاهل العنوة، وبقوة بننزل تحت معاكم. هذا اسم الشلال ريفجيو كاسكيت، ريفوجيو كاسكيت. الشمال الإيطالي، بلدة مادونا. غابة ثانية من زاوية ثانية. هذا الشلال اللي موجود في مدينة مادونا أو بلدة مادونا، الشمال الإيطالي. الشمال الإيطالي يسخر يسخر بالشلالات. التقاطات أخيرة قبل الذهاب للفندق، الحين وقت الغداء، وهو غداء وعشاء طبعا. هذا شغل المغامر. يلا حاول ارفع شيء اليوم على اليوتيوب، اليوم راحة فقط راحة. هذه بلدة ميران من الأعلى، من القمة. نزول إلى بلدة ميران. ما زالت مرحلة النزول من قمة ميران إلى الأرض مستمرة.
التاريخ 27/6/2019، إذا أظني 28. زيلم زيلر، النمسا. هذا فندق غاستهوف. بيمر القطار. قرية زيلم زيلر، النمسا، ولاية تيرول. كل بلكوناتهم ورد، هذا الورد عاد وبالد. يبي له صور حق الانستغرام.